الناس بعض الساكنة يؤدون الأثمنة وبعض الساكنة لا يؤدون الأثمنة، أين حق هذه الضواوية؟ هل نتمنى أن تؤدي الجماعة في صالح هؤلاء الجمعيات أو أن تؤدي بعدها؟ إذا هناك تدبير وتبديل، يجب أن يكون حد لهذه المسألة. ونتمنى في مثلا في هذا اليوم التشخيصي الذي سيقام من 4 إلى 28 أن تدرج هذه النقاط ضمن الأولويات. وشكرا للجميع. شكرا. آخر متدخلة، آخر متدخلة. اللائحة الثانية الله يخليك اللائحة بعضية صلحية غادي نعطيك غادي نعطيك تدخل خلي السيدة غير الصفة ديما الصفة الاسم فاطمة شداش مديرة نادي المنسب للشباب والرياضة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لاستدعائي لحضور هذا التجمع القيم الذي أريد أن أوصله إلى السادة المسؤولين هو أن المؤسسة التي أمثلها هي مؤسسة روض الأطفال والنادي النسوي ونعاني من ضيق هذه المؤسسة نتمنى توسعة هذه البناية قصد توفير البنية التحتية السليمة للأطفال والنساء والنقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها وهي بالنيابة عن آباء وأولياء الأطفال هي العمل على تصريف مياه المطر وإيجاد صرف صحي بالنسبة للقرية لأنه لا تنمية بدون بناية تحتية سليمة وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ أقدم طالب الرحيم في التعليم الجامعي، أولاً أقدم كل شيء أقدم الشكر الجزيل لكافة الحاضرين من بينهم رئيس الجامعة والسادة أعضاء المجلس ووكيل التنمية في الأسئلة والسادة رئيس أعضاء المصالح الخارجية ثم أعضاء الهيئة التربوية في معرض تدخلي حول إعطاء نبذة دقيقة حول العمل السياسي. أول تدخل جميع قد يحققين على العمل السياسي. العمل السياسي هو مسؤولية ملقات على عاتقنا كسياسيين وكمنتخبين. ما يبقاش لك صراع سياسي. صراع سياسي في الانتخابات و 15 يوم ديال الحملة الانتخابية بعز الحملة الانتخابية ويوم الإقتاع باش نكونوا صراع سياسي مدى 6 سنوات هذا لا ليست مصلحة الجماعة بتاتا. وبالنسبة للمعرض التدخلي الثاني حول أراضي الجمع، أراضي الجمع ما ولاش كتنفعنا بتاتا بأي شيء. إذا كنطلب من السادة المتدخلين الإقليميين باش يعاونونا نديروا للشباب ديالنا فاش يخدموا وفاش ينميوا القدرات ديالهم. والمعرض التدخل ديالي الثالث وحنا كشباب وكطلبة باحثين في القانون، يعني حنا كنشعروا الأولوية ديال الشباب والشباب ديال تيمورين خصوصا لأنهم عرضة للإنحراف. وكما كتهضر على لسان السادة أعضاء الهيئة التربوية لأن والأمن وغياب الأمن خص تكتب دوريات ديال الأمن لأن دابا الشباب ديالنا ولاو والحال بزاف ديال سميتو ديال الإنحراف. والنقطة الأخرى أنه خصنا نتعاونوا حيت تيمولين راه هي بوابة ديال إقليم أزيلاد راه هي البوابة الثانية ديال أفولاد خص ما يكونش فينا ذاك الحقد ديال أنا في الأغلبية أنا في المعارضة خص المصلحة لمصلحة الجميع لأننا بغينا نمشيو لقدام راه إلا بقينا في تضارب سياسي في
مستقبلا لهذه الجامعة، وشكرا، وفقكم الله ووفقنا الله لأداء هذه الرسالة الجميلة وفقا لما يخدم طموحا وإدارة المواطنين.